اهلا بيكم، معاكم رميح من تيم رابسي. ده فيديو مراجعة لحلقة مزيكا صالونات لويجز وحسام حسني. حابب انوه مبدئيا اني سعيد جدا بوصول الراب للمرحلة دي، وان يبقى متابع بشكل كبير بين البرامج والاعلانات والسوشيال ميديا. ولكن في وسط السعادة العارمة دي لقيت كلام غريب اتقال في الحلقة دي، فقررت اني اعرض الموضوع بشكل لطيف وعلق على الكلام اللي اتقال، ويلا بينا نخش في الحلقة. طيب، الموضوع بدأ بجمع النجوم في ان هم يوصلوا بالعربيات، ومع كل واحد فيهم هوست. كان صافي مع حسام حسني ويحيى مع ويجز، والبداية كانت مبشرة لما حسام حسني بدأ يتكلم على ان المزيكا مفيش فيها شباب ولا عجوز، لمؤاخذة صافي. وبصراحة انا كنت سعيد بالكلام ده، وبالذات ان انا عارف ان حسام حسني كان شخص متفتح الى حد ما، زي ما انتوا شايفين كده كان عامل تراك مع كايرو كي، وكانت دي صورة البوستر بتاعه. ففرحتي بوجود حاجة زي كده زي فرحتنا بخالد الصاوي وهو بيعمل ميمز على نفسه، ولكن لم نكن نعلم ان هذه هي مجرد البداية. الموضوع اتغير فجأة لما صافي تقريبا سأل حسام حسني عن رأيه في الهيب هوب او معلوماته ايه عنه، وكان رده بكل بساطة ان هب يعني الارداف، وهب يعني حركها. بصراحة ما عنديش اي معلومة هو جاب الكلام الفارغ ده منين، بس انا كان عندي فضول اني اعرف الصح ايه، فعملت سيرش على النت لحد ما عرفت ان في واحد اسمه تقريبا كاوبوي من فريق جراند ماستر فلاش، هو اللي اخترع المصطلح ده سنة 1978 لما واحد من اصحابه كان رايح الجيش الامريكي، فهو كان حابب يهزر معاه، فعمل اغنية زي ما تقولوا كده تريقة او هزار، كان ليها لحن وكان ليها كلام، كانت هب 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 هب، عاملة زي الحركات بتاعت الجيش والحاجات العسكرية لما بيتحركوا في خطوات منظمة أو ما شابه. وكان ما بين الكلمات دي ريذم، اللي هو إيقاع، كان في إيقاع في الكلام ده، وهي دي كانت بداية المصطلح. وده كان اعتراضي على كلام حسام حسني، وواضح ان المونتير كمان كان معترض، لان هو نقل فجأة على ويجز وهو بيرقص على باظت خالص، لانها حقيقي بكلام حسام حسني باظت خالص. وبدأ بعديها حسام حسني انه يقنعنا ان كتموت يا حلوة يا بطة بتاعة ثلاثي اضواء المسرح كانت هيب هوب، معرفش ازاي بس تمام. وبعد كده دخلنا الاستوديو، وبدأ الموضوع بان حسام حسني كان بيتكلم عن راجز اللي هو معاه في الحلقة. راجز هو كان مقتنع ان ويجز اسمه راجز، وانا ساعتها اتضايقت جدا جدا لحد ما اكتشفت ان ويجز نفسه كان فاكره مجدي عبد الغني، فقلت تمام بقى هي واحدة بواحدة بقى وصباح الفل. على فكرة ويجز شبه رابتور قوي في الصورة دي. المهم بدأت النقاشات، وبدأوا ان هما يسمعوا حسام حسني الاغاني بتاعت ويجز، وسمعوا اغنية تي ان تي. وبدأ حسام حسني يتكلم على ان المزيكا دي محاكاة للراب برا، وامينيم وتوباك، معرفش مين توباك ده، اسمه توباك حضرتك يعني، منفع عيب يعني، هيبقى راجز وتوباك كمان. وبعدين بقى كان مقتنع ان توباك هو اول واحد بدأ الراب، وبعد كده رد ويجز بانه يقوله ان الراب بدأ تقريبا قبليها بعشر سنين. وهنا الناس ممكن تسأل، هو فعلا قبليها بعشر سنين؟ بس الى حد ما كلام ويجز صحيح، لان اول اغنية تتسجل لتوباك او تنزل في البوم كانت سنة 91، وفي نفس الوقت اول اغنية راب او هيب هوب بمعنى حرفي اتسجلت سنة 79. طبعا الثقافة بدأ في بداية السبعينات، بس اول اغنية تتسجل كانت سنة 79. المهم وانا قاعد بنبح في صوتي وبشرح الكلام الجميل ده، ووجز كمان قاعد بينبح في صوته، انطلق حسام حسني بهبدته الجديدة وقال لك بس ده مش هيب هوب، ده راب. فانطلق ويجز انه يحاول يقنعه ان الراب جزء من الهيب هوب، وان دي ثقافة كبيرة وهكذا. فرجع حسام حسني للكلام الغريب بتاعه بتاع الفخاد، وان احنا بنقعد نرقص والكلام الغريب ده. وهنا حابب ان انا اعرف الهيب هوب مرة تانية عشان الناس تكون مجمعة. في الحقيقة الهيب هوب هو ثقافة فنية بتنقسم لمجموعة من الفنون، الدي جي والراب والبري دانس والبيت بوكس والجرافيتي. وفي ناس بتقول ان اللغة الشارع او الستريت لانجوج واللبس الهيب هوب دي تعتبر من فروع الهيب هوب، بس انا شايف انها مش فروع الرئيسية، هي يعني الواحد لو بيعمل اي حاجة من الدي جيينج او الراب او البريك دانس او الحاجات دي اوريدي بيكون بيتكلم بالستريت لانجوج وبيبقى لابس لبس الهيب هوب، بس في الاساس هو بيعمل فن من الفنون الخمسة الاساسية. وننتقل بعد هذه النقطة ان ويجز قاعد يتكلم عن فكرة ان هو بيغني باوتو تيون، فبدأوا يتناقشوا في مين اول واحد غنى بالاوتو تيون. وفي النقطة دي حسام حسني قال ان اول واحدة غنت بالاوتو تيون كانت شير، وده حقيقي لانها اول واحدة غنت بالاوتو تيون في اغنية اسمها بليف سنة 98، ولكن بدايته مع الهيب هوب كافكت صوت كانت سنة 2001 على يد تي بين زي ما كان ويجز بيقول. وهنا الناس ممكن تستغرب الاوتو تيون ليه استخدامين. بالظبط، الاوتو تيون من مفهوم الراب هو افكت بيغير الصوت، ومن مفهوم المغني هو بيتش كوركشن، يعني معالج لاخطاء التسجيل واخطاء الغناء، لكن احنا بنستخدمه استخدام مختلف.
ولما ويجز حاول يشرح الاختلاف ده وقال ان هو بيغني حاجة اسمها R&B وبيكون فيها استخدام الاوتوتيون بالشكل ده، رد عليه حسام حسني: تعرف يعني ايه R&B الاول؟ وفي الحلقة واضح ان ويجز معرفش يرد، او المونتير شالها الله اعلم، بس تعالوا نرد احنا. R&B هي اختصار لكلمة Rhythm and Blues. الريثم اللي هو الإيقاع، والبلوز هو نوع موسيقى بدأ في الأربعينات كان ليه علاقة بالجاز شوية، وهو كان برضو من ثقافات الزنوج وبدأت قبل الراب بشوية. والR&B يعتبر بدأ تقريبا في نفس الوقت اللي بدأ فيه الراب، بس كان مختلف شوية لأنه كان بيعتمد على الغنى بشكل أكبر، إنما الراب بيعتمد على الكلام. وبعدين فهمنا كلنا وقمنا دخلنا الاستوديو، وبعد ما دخلوا الاستوديو وحسام حسني تعرف على ويجز وعلى توتي، فهم ان التراب هو هيب هوب بس بالكترونيك ماتيريال، وده تعريف ممكن يكون سطحي ومش صحيح قوي، لان في حاجات هيب هوب وراب ومش تراب وبالكترونيك ماتيريال. بس التراب كمزيكا بتتميز بالهاي هاتس الكتير اللي زي دي، والـ 808 درامز اللي ممكن تعمل سيرش عليها لأنها موضوع كبير شوية، واعتمد على العزف في أغلب الوقت مش استخدام السامبل أو المقاطع المزيكا القديمة زي الأولد سكول. وبعدين نرجع للحلقة، وبدأ حسام حسني إنه يغني، وبدأ ويجز إنه يحس إن هو في المكان الغلط. أنا إيه اللي جابني هنا؟ ما أنا كنت بعمل تراب شيت ومبسوط وما كانش حد بيجي يناقشني، أنا إيه اللي جابني هنا؟ وبصراحة كان عنده حق، لأن اللحظة اللي بعديها كانت أسوأ كتير، لما توتي لسبب ما معرفش يتعامل مع الأوتوتيون اللي موجود هناك، ممكن يكون نسخة مختلفة مثلا غير اللي هو بيتعامل بيها الله أعلم، فقال الويجز إن هو مش عارف يشتغل بيه، فتبرع حسام حسني وقال له اقفل الأوتوتيون ونبقى نحطه له في الآخر. في اللحظة دي حسام حسني مش مدرك الفرق ما بين استخدام الأوتوتيون بتاعنا واستخدام الأوتوتيون بتاعهم، ومش مدرك كمان إن ويجز مش دارس مزيكا. احنا استخدامنا للأوتوتيون معتمد على إننا نبقى سامعين الحاجة وبنغني صح بشكل سمعي أو تلقائي شوية، لكن مش مبني على الدراسة، فعشان كده ممكن نغلط كتير واحنا بنقول الكلام. لكن بالنسبة لحسام حسني كان الموضوع أبسط من كده، وتقريبا هم قالوا له نفس الكلمتين دول، فبدأ يرجع يسأل تاني إيه هو التراب. فرد توتي وقال له التراب هو تطور الراب. فرد حسام حسني: وده بيتسمع ده؟ طبعا بيتسمع، ده احنا عايشين عليه، بيجيب فلوس يعني. وهنا اتضح ان تقريبا حسام حسني مش متابع والله، لان كل فترة في تراك تراب بيكسر المليار برا. وكنت حابب كمان اتكلم عن نقطة التراب وليه هو تسمى بالاسم ده. كلمة تراب معناها الحرفي فخ، والموضوع ده منطقي جدا لو حسبتها ان اللي سمى الكلام ده كانوا ناس بتوع عصابات ومخدرات وحاجات زي كده، فهي بقت عاملة زي كلمة ده كافر، او انك تقول جامد دمار مثلا، او زي ذات ثريل شت اللي هي معناها انه جامد فشخ برضو، فساعتها هتحس ان كلمة فخ مناسبة جدا. وبعدين ظهرت لقطة كده فيها حسام حسني قاعد مع ويجز في مشهد شبه لما تبقى قاعد مع خالك كده وقاعد بتشرب معاه سجاير مثلا وبينصحك في نفس الوقت، وبدأ يسأل ويجز انت ليه ما درستش مزيكا، وكان رده ان حابب ان الموضوع يكون فطري اكتر، وظهرت بعديها الضحكة الغريبة اللي انتوا شايفينها دي. هو طبعا ويجز غلطان انه يقول حاجة زي كده، لان دراسة المزيكا بشكل عام هتفيد اي حد، لكن برضو لو احنا هنحسبها صح فدراسة المزيكا بالذات في مصر نمطية جدا وما بتشملش خالص اللي احنا بنعمله. يعني اصلا لو ويجز حاول انه يدرس الموضوع مثلا في معهد الكونفستوار او حاجات اللي زي كده، ما يتقليش ان هم هيقبلوه هناك خالص، لان هو بالنسبة لهم بيعمل حاجة غريبة مش مقبولة عندهم. بس ده ما يمنعش انه ممكن يدرس المزيكا بشكل عام، لكن بره الدراسة المصرية التقليدية. وبعدين بدأوا ان هم هيسجلوا الاغنية، فبدأ ويجز انه يمنبل، وحسام حسني التبسته روح محمد رمضان في فيلم الالماني وهو بيقولك انت بتقول ايه، وبدأ يقول للويجز ان هو مش فاهم الكلام وحاول توضح الحروف اكتر، وكانت نظرة ويجز بتعبر عن اللي هو عايز يقوله، وان حضرتك هو ده المنبل. وهنا ينقلنا نقطة تانية، ايه هو المنبل؟ المعنى الحرفي لكلمة منبل هو الدندنة. يعني انت من الاخر كده لما بتيجي تدندن اغنية بتعمل ايه؟ كل ما بنتكلم كل ما بنتوم يعني. الكلام مش واضح، وهو ده بالظبط المطلوب، فيجي حد يقول لك حضرتك كده اللي ثبت ضايع. ايوه ما هو ده الفكره، وهو ده الستايل اصلا. هو ممكن يبقى مش عاجبك عادي جدا، بس هو ده الستايل، هو ده الفكره من المنبل اصلا. ومن الواضح ان حسام حسني ما اقتنعش بالكلام، وبعد الكثير من الالم والكثير من الحزن والسهتنه وصلوا في النهايه لمزيج من المزيكا كان لطيف بالنسبه لي جدا ومبشر لشكل التراك. وبصراحه عندي فضول كبير ان اشوف النتيجه اللي هتطلع في الاخر، وانا حاليا مستني اغنيه الدنيا ماريونيت اي كي اي تارارارا منك لله يحيى تارارارا راب. اوكي هي حاجه كده يعني، وايه بس كده، ده كان محتوى الحلقه. لو عجبكم الموضوع اعملوا لايك وسبسكرايب وكل الكلام الجميل ده، وانتظرونا في حلقات تانية نتكلم فيها عن اي حاجة تانية. سلام.